السلام عليكم، انا اسمي طارق اسماعيل، دفعه 2020، قسم ميكانيكا وانتاج. زي ما خدنا في المحاضره ان اي ميكانيكال اليمنتس بيتعرض لانواع مختلفه من الفورسز، سواء كانت نورمال فورسز او شير فورسز، او نورمال فورسز بتعمل لي بيندنج مومنت او تورشنال مومنت. فانا بيبقى عندي انواع مختلفه من الاستريسز اللي بقدر احسبها، وعلى اساسه بقدر احسب الدايمنشنز بتاعه الاليمنت اللي عندي ده بحيث ان هو يستحمل الاستريسز دي. طيب احنا خدنا النورمال فورسز والنورمال ستريسز اللي بتنتج منها، فانا عندي ثلاث انواع من النورمال ستريسز، عندي النورمال تنسايل ستريس والنورمال كومبريسيف ستريس، وعندي البندنج مومنت او البندنج ستريس، واخر حاجه الباكنج. تعال نشوف كده كل نوع منهم بيتحسب ازاي، وانا بقدر احدده ازاي، هل هو تنسايل كومبريسيف ولا تنسايل، هل هو كومبريسيف ستريس ولا تنسايل ستريس، على حسب اتجاه الفورس عامل ازاي بقدر احدد نوع الاستريس اللي ناتج منه. فانا لو عندي مثلا سيركلر المنظر ده كده، وعندي فورس والله عليه الاتجاه العمودي على الفروس سيكشن بتاعه والبر، انا كده بعمل عمليه بولينج او بسحب الرد ده، وبالتالي الاسترس اللي ناتج عن الفورس دي بيسمى تنسايل ستريس. فانا عندي تنسايل ستريس او النورمال تنسايل ستريس سيجما تي بيساوي النورمال فورس على الفروس سيكشن بتاعت الاليمنت، سواء كانت بقى سيركلر او ريكتانجلر على حسب الشكل الكروس سيكشن اريا بتاعت الاليمنت. طيب لو غيرت اتجاه الفورس واختلفها ناحيه الرد عموديه عليه ولكن ناحيه الرد، المنظر ده صغري. طب كده الفورس عندي بتعمل ايه؟ بتعمل عمليه ضغط للرد ده او للاليمنت بتاعي. ادام في عمليه ضغط يبقى ده بينتج عنه كومبريسيف ستريس. نفس القانون مش هيتغير فيه حاجه، ولكن بفرق التنسايل من الستريس عن طريق الاشاره النيجاتيف اللي بنحطها في الكومبريسيف ستريس بيساوي النورمال فورس على الاريا بتاعت الكروس سكشن. اول لما يحصل عندي عمليه كومبريسيف ستريس او اي كومبريسيف فورس، لازم يجي في دماغي دايما او لازم حاجه تنور في دماغي كده، ان انا لازم اتشيك على الباكلينج، حاجه اسمها الباكلينج. لو انا عندي رد طويل وبضغطه بفورس، لازم اتشيك ان الفورس دي ما تعملوش باكلينج او ما تخلوش يبقى عامل بالمنظر ده كده. وانا بصمم الرد ده وعارف الفورس اللي انا هابلاي بيه عليها، لازم اجيب دايامتر ولينس للرد ده يستحمله الكومبريسيف فورس من غير ما يحصل له باكلينج. طب ايه هي الفورس اللي بتخلي الرد ده يباكل؟ الباكلينج فورس او اف سي كريتيكال بتساوي سي ده فاكتور، هنشوف بيتعرف منين، باي سكوير اي اي على اللينث سكوير. السي ده فاكتور على حسب الاند كونديشنز بتاعتي. يعني ايه الاند كونديشنز؟ يعني الرد ده متثبت ازاي من ال التو اندز بتوعه. هل الرد بالمنظر ده كده فيكسد من ناحيه وفري من الناحيه الثانيه، ولا فيكسد مثبته من ناحيتين ما بيتحركش، ولا ترانزيشنال موشن ولا في الاكس ولا في الواي ولا بيروتيت، ثابت فيكسد، ولا هل هو فيكسد من الناحيه الثانيه في هنج او بين كونكتد. ده معناه ايه؟ ان انا بسمح له هنا باني حركه، الحركه اللي هي الروتيشنال بس، لكن اي حركه ترانسليشنال في الاكس او في الواي ممنوعه. واخر نوع
هل هو هنج الهنج يبقى من ناحيتين؟ يكون مربوط بهنج. على اساس الكيس عندي في المساله، على اساس السي فاكتور اللي انا بحطه في القانون بتاع الكريتيكال كورس اللي هي الباكيت، فانا عندي لكل كيس فاكتور اللي هو سي بقدر احدده، يا اما انت بتحفظه او الدكتور بيديهولك في الامتحان على حسب، ما اعرفش. ولكن لو انا عندي هنجد هنجد فالسي هتبقى بواحد، لو عندي هنجد فيكسد فالسي هتكون باثنين، لو فيكسد فيكسد السي هتبقى باربعة، لو فيكسد فري السي هتكون عندي بروبر. تمام كده لغايه دلوقتي؟ حد عنده اي سؤال في الحته دي؟ طيب نيجي لاخر نوع من النورمال فورسز اللي بينتج عنها النورمال ستريسز، وهي البندنج ستريس، واللي بيجي من البندنج مومنت. تعالوا نتخيل لو انا عندي كانتليفر بيم بالمنظر ده كده، مثبت من ناحيه والناحيه الثانيه فري، وانا بطلعي عليه بفورس اف من الطرف بتاعه. تخيلوا كده الحركه بتاعته هتكون عامله ازاي، او الديفليكشن بتاعه هيكون عامل ازاي. بيحصل ديفليكشن كده بالمنظر ده، بتبقى دي مسافه اكس او دلتا اللي هي الديفليكشن اللي هيحصل فيه. طيب انا لما اعوز احسب الكروس سكشن بتاع البيم ده، او اجيب لو انا مثلا بقول ان ده كروس سكشن بتاعه سيركل وانا عايز احسب الدايمتر بتاعها، فبالتالي انا بعمل كده عمليه ديزاين. وانا لما باجي بحسب على الماكسيمم، انا لما باجي بصمم على الماكسيمم كيس اللي عندي. فانا الماكسيمم ستريس عندي هنا هيكون فين؟ هيكون ناحيه السبورت ده، او الفيكسد سبورت ده، لان انا كل ما ببعد عن السبورت كل ما العزم بيزيد. بالتالي انا لما بحط الفورس هنا عند نهايه البيم، الماكسيمم بيندنج ستريس بيكون قيمته اكبر ما يمكن، وبالتالي السيجما بيندنج عند الفيكسد سبورت ده هتساوي ام بيندنج المومنت في الواي ماكسيمم على الواي. ايه هو المومنت؟ المومنت عباره عن قيمه الفورس في الديستانس بعدها عن النقطه اللي انا بجيب عندها المومنت او السيجما. قيمه الفورس في الديستانس او في بعد الفورس دي عن النقطه اللي انا بحسب عندها، ده كده المومنت. المومنت هيساوي الفورس اف في اكس مثلا، اكس دي اللي هي الديستانس. طيب الواي لو انا بصيت الكروس سكشن بتاع البيم ده كده اللي هو السيركل، وانا عندي بابلاي عليه بالفورس دي كده بالمنظر ده، فالواي هو بعد من الجيومتريك سنتر بتاع الكروس سكشن بتاعي للماكسيموم بوزيشن للشكل عندي او للكروس سكشن بتاعي. فانا عندي الواي ماكسيموم هنا هتساوي ايه؟ هتساوي الدايمتر على الاثنين او الراديوس. طيب لو عندي كروس سكشن ريكتانجل، ادي الجيومتريك سنتر بتاعه، الواي هي المسافه من الجيومتريك سنتر لاي نقطه انا بحسب عندها الاسترس او السيجما بيندنج. طيب السيجما بيندنج دي ماكسيمم فين؟ ماكسيمم عند اخر نقطه هنا في الكروس سكشن معايا. الاي هو المومنت اوف اريا. المومنت اوف اريا مقاومه الكروس سكشن لعمليه البيندنج او الثانيه. انا لو مثلا بجيب مسطره رفيعه بحاول ابنيها والفورس عموديه على الطول اللي هو البعد الطويل، بالتالي عمليه الثانيه هتبقى سهله لان مقاومه الكروس سكشن للثاني اصغر بكتير
لما احط المسطره على سيفها كده وابلاي عليها فورس تعمل لي بيندنج، ايه اللي بيختلف؟ اللي بيختلف هو البعد العمودي على اتجاه الفورس. والكلام ده هناخده قدام. انا عندي كروس سكشن ريكتانجل بالمنظر ده وابلاي عليه فورس، ونفس الكروس سكشن ده بس حطيته في الوضع ده وبابلاي عليه بنفس قيمه الفورس. وقومه التو كروس سكشن مع انهم هم نفس الابعاد ما اتغيرتش، ولكن وضع الكروس سكشن بالنسبه للفورس بيغير مقاومه الكروس سكشن او الاليمنت بتاعي لمقاومته للتاني. تمام. فانت المفروض بتبقى عارف الاي بتاعه الكروس سكشن للسيركلر، ولكن لو جاب لك اي كروس سكشن تاني ريكتانجل او سكوير المفروض ان هو بيديها لك، وهي تقريبا القيمه بتاعتهم 1 على 12 بي اتش كيوب، ده البي وده الاتش. شايفين هنا الاتش اكبر بكثير من البي. الترم الكيوب ده هو اللي بيعمل لي او هو اللي بيحسسني بالفرق ما بين وضع التو كروس سكشن بالنسبه للفورس. ان هنا عندي ده اتش ده البي، الاتش هنا صغير وبالتالي قيمه الاي هتبقى صغيره، وبالتالي هياثر على السيجما بيندنج بالسلب. يعني لو القيمه بتاعه الاي قلت فقيمه السيجما بيندنج هتزيد. طيب كده خلصنا النورمال ستريسز اللي بتنتج من النورمال فورسز المختلفه. طيب احنا ليه بناخد او ليه بنعتبر ان البندنج ستريس من النورمال ستريسز، مع اني عارف ان النورمال ستريس ده عباره عن فورس بتاثر بشكل عمودي على الكروس سكشن، بس هنا الفورس ما بتاثرش بشكل عمودي على الكروس سكشن. بيحصل التنشن الاثنين بيحصلوا في نفس الوقت، اللي هو التنشن عشان بيحصل كومبريشن التنشن في نفس الوقت. اه بالظبط. يعني انا لو جيت عند بسيط على الكروس سكشن بتاع البيرو اللي بيحصل له بيندنج، فهلاقي الناحيه اللي هي اللي تحت الفورس هتبقى داخله لجوه بتحاول تضغط. انا باجي بابلاي فورس كده عموديه على الكروس سكشن ده، وبالتالي هيبتدي يبند معايا بالشكل ده. الجزء اللي تحت ده بيتضغط والجزء اللي فوق بيتشد بيحصل له تنشن. فاكني قاسم الكروس سكشن ده لتو كروس سكشنز، واحد فيهم بيحصل له تنسايل ستريس وواحد فيهم بيحصل له كومبريسيف ستريس. فاهمني؟ فانا لو جيت بصيت كده وقلت ان هنا ده البوزيتيف وده النيجاتيف، فهلاقي ان قيمه البندنج ستريس بتزيد من مكان الجيومتريك سنتر بتاع الكروس سكشن لغايه لما بتوصل لايه؟ للاخر، سواء كان بقى ريكتانجل او سيركل على حسب. وبالتالي الجزء ده كله بيبقى بوزيتيف سيجما بيندنج، فانا كده بيبقى عندي تنشن فورس. طيب في الناحيه الثانيه بقى، الناحيه الثانيه السيجما بيندنج بتقل بيبقى في الاتجاه السالب، لان انا بعمل كومبريشن، وبالتالي برضه هتفضل تقل 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 لغايه لما توصل للماكسيمم فاليو ليها عند الواي ماكسيم او عند الدي بتساوي او عند الواي بتساوي دي على الاثنين، اللي هي السيجما هتبقى كومبريسيف. لغايه كده تمام. طيب هنشوف مساله كده، هنشوف مثال مجمع لنا شويه معلش انا اسف. تمام؟ حد عنده مشكلة لغاية دلوقتي؟ نحط كده المسألة ونشوف هنحلها ازاي؟ حد محتاج الرسومات دي؟ طب امسح القوانين دي وبعد كده هنكتبها تاني مرة تانية. Thank you.
بس وسلندر ارينجمنت كده المنظر ده. عندي بس السلندر في ابلاي هنا اويل ببريشر تقريبا 10 ميجا باسكال او 10 بار يديني جبن. البريشر اللي هو بيابلاي فيه جوه البيستول او جوه السلندر 10 بار، وعندي الوزن اللي هو بيشيله في البيستول ده او في البيستول سلندر دي 5 طن. عايزني احسب الدي والدي والال. هعمل ايه؟ اول حاجه عايز احسب الدايمتر بتاع البيستون. هو بيابلاي هنا بريشر 10 بار عشان خاطر يرفع وزن 5 طن. ايه بتساوي ايه؟ دي تساوي دبليو على ال على ال على الاريا بالظبط. فانا اول حاجه انا عارف قيمه الاستريس اللي بيعملها الاويل على البيستون اللي هي بتمثل البريشر البي بتساوي الفورس اللي هي الوزن بتاع اللي بيشيله البيستون سلندر ده على الاريا بتاعه. انا عندي البي هنا ب 10 بار عايز احولها لباسكال او ميجا باسكال، بضرب في كام؟ 10 اه بالظبط ب 10 بار اضربها في 10 اس 5 كده اتحولت لايه؟ باسكال. باسكال يعني انا كل وحداتي هتبقى نيوتن ومتر. طيب لو انا عايز اطلع الدايمنشنز بتاعتي بالملي فاشتغل ميجا باسكال. ميجا باسكال يعني هضرب في 10 اس سالب 6 بعد ما احولها للباسكال. فاهمني؟ انا عندي الفورس 5 طن احول للكيلو جرام اضربها 9.81 في الجرافيتيشنال اكسلريشن بتتحول لفورس بالنيوتن على الاريا بتاعت البيستون اللي هي ايه؟ 4 على 4 في الدايمتر سكوير. حد يحسب كده ويطلع قيمة الدي؟ كم؟ كم؟ 0.25 ماشي. لو عايزها بالملي بضرب في قلب 52 ملي. طيب تاني مطلوب عندي عايز يحسب الدي سمول بتاع الرود بتاعي اللي هو مربوط بالبستون ده. الرود ده بيتعرض لايه؟ تنشن فورس ولا كومبريسيف فورس؟ كومبريسيف فورس. وبالتالي السيجما كومبريسيف هتساوي اللود اللي انا بابلاي بيه على الرود ده دبليو على الكروس سكشن اريا بتاعت الرود. طيب انا هنا انا عارف اللود وعندي هنا مجهول اللي هو الدايمتر والسيجما كومبريشن انا ما اعرفش قيمتها كام، فاعمل ايه في الحاله دي؟ انا كده عندي مجهولين في المعادله واحده. انا المفروض لما باجي بصمم الرود ده بصمم على اليلد سترينث بتاعه الماتيريال اللي متصنع منها الرود. انا ما عنديش اي معلومه عن الماتيريال اللي متصنع منها الرود. لو جات لك اي مساله ما عندكش اي معلومه عن الماتيريال وانت محتاج الميكانيكال بروبرتيز بتاعتها فممكن تفرضها. انا ممكن اقول ان الماتيريال بتاعتي ستيل
50 وبالتالي الالتيميت تنسايل سترينث بتاعت الستيل 50 بضرب الرقم ده في 10 يبقى 500 ميجا باسكال السيجما يين 7/10 الالتيميت ستريس يعني تقريبا كام 350 ميجا باسكال خلي بالك خلي بالكم الوحدات لو هتشتغل باسكال نيوتن متر ميجا باسكال نيوتن ملي متر طيب انا هنا لازم اوضح حاجه معينه في عمليه الديزاين لاي ميكانيكال اليمنت دايما بكون في الالاستيك زون بتاعت الماتيريال لكل ماتيريال ليها الكيرف ده اسمه ستريس سترين كيرف تمام لغاية هنا النقطة دي اسمها السيجما ييلد أو اليلد ستريس وعندي هنا في عند الماكسيمم سيجما ألتيميت وبعد كده حاجة اسمها السيجما فيلير أو الستريس اللي بينهار عند الماتيريال طيب الكيرف ده بيتقسم تو زونز كده زون إلاستيك وزون بلاستيك بلاستيك يعني إيه؟ يعني انا لما ابلاي بستريس على الميكانيكال اليمنت بتاعي ده عشان بيتغير ما بيرجعش نعم الدايمنشن بيتغير وما بيرجعش تاني لا بلاستيك الالاستيك بيرجع بالظبط كده فانا اي ديفورميشن بيحصل للماتيريال بتاعتي في الالاستيك زون بيرجع تاني كله زي ما هو اما لو عديت السيجما ييلد حتى في الزون دي كده بس حتى ما وصلتش للالتيميت بتاعها اي ديفورميشن هيحصل للماتيريال او للميكانيكال بارت بتاعي مش هيرجع تاني زي ما هو وهيفضل على وضعه وبالتالي انا لما باجي بعمل اي ديزاين للميكانيكال اليمنت ببقى دايما في الزون دي او بحاول ان انا ما اوصلش للسيجما ييل طيب عشان اتجنب الوصول للسيجما ييل فانا باخد حاجه اسمها فاكتور اوف سيفتي انا مش بحط على طول مكان السيجما كومبريسيف ستريس ده بحط السيجما ييل على طول بتاعت الماتيريال واشوف قيمه الدايمتر اللي تخلي لي الرد ده سيف حتى لو وصل للسيجما ييلد انا مش عايزه يوصل للسيجما ييلد انا باخد قبل السيجما ييلد بشويه وبالتالي باخد حاجه اسمها فاكتور اوف سيف طيب قيمه الفاكتور اوف سيف دي بتبقى كام انا بفرضها ولكن في الحقيقه كل صناعه او كل مجال مختلف بيبقى ليه المارجن بتاع الفاكتور اوف سيفتي بتاعه فانا لو مثلا مجال مدني الفاكتور اوف سيفتي بتاعهم مثلا ممكن يوصل ل 15 و 20 ما عندهمش مشكله في الكتله لما بتزيد لان انا كل ما بزود الفاكتور اوف سيفتي كل ما الدايمنشنز بتاعتي بتزيد فالماس بتزيد والكوست كمان اما مثلا في مجال الطيران لو عندك بتصمم ميكانيكال بارت هيتركب في طياره الفاكتور اوف سيفتي بتاعك ما بيعديش ال 1.3 ماكسيمم 1.5 لان انت بتبقى شايل هم الكوست وفي نفس الوقت الكتله لان انت عندك الطياره دي عباره عن كتله طايره في الهواء فقيمه فاي تغير صغير في الماس بيأثر لك على الديزاين بتاع الطياره وهكذا بقى مختلف الابلكيشنز اللي انت بتختار فيها الفاكتور اوف سيفتي فانا مثلا لو بعمل ديزاين لشافت في مكنه مثلا في الورشه او حاجه فممكن اقول ان الفاكتور اوف سيفتي بتاعي 3 برضه على حسب الماتيريال اللي انا بصنع منها هل الماتيريال دي رخيصه او غاليه ده كل دي عوامل بتخش معايا في تحديد الفاكتور اوف سيفتي فهقول مثلا ان انا هاخد فاكتور اوف سيفتي 3 وبالتالي الاستريس اللي انا هصمم عليه الرد ده هيساوي ايه سيجما ييلد على الفاكتور اوف سيفتي كده انا قللت السيجما ييلد احط الفورس بقى اللي انا بابلاي فيها على الرود ده والاريا بتاعها لغايه كده فاهمني في حد مش فاهم حاجه طيب هعوض بقى خلاص انا عارف قيمه السيجما ييلد ب 7/10 او ب 350 ميجا باسكال على الفاكتور اوف سيفتي الوزن 5/10 × 3 9/8 على الاريا باي اوفر 4
دي سكوير كده اقدر اطلع الديامتر بتاع الرود اللي هو محتاجه. حد يحسب كده الديامتر ده؟ باسكال هنا 350 من ميجا باسكال لباسكال هضرب في 10 اس 6 قدام ترى يطلع معايا بالمجا، فلازم تخلي بالك من الوحدات قوي وانت بتحسب. طيب اخر مطلوب خلينا نكتب الفاكتور سيفتي هنا كده، عايزني احسب اللينث بتاع الرود ده. طيب بما ان الرود ده بيتعرض لكمبريسيف ستريس، فانا بالتالي بفكر في ايه اول لما الاقي ان في فورس كومبريسيف بتاثر على رد وانا محتاج احسب طوله؟ فاول حاجه بفكر فيها الباكلينج، فانا مش عايز الفورس دي توصل ان هي تخلي لي الرد ده يباكل، وبالتالي هحط الفورس دي مكان الكريتيكال فورس عشان اقدر احسب اللينكس. عندي الاف سي تساوي سي باي سكوير اي اي على ال سكوير اقل من او تساوي الرد ده او الويت اللي انا بشيل بيه الرد او الرد اللي انا بشيل بيه الويت. وبالتالي عشان اجي احسب ال لازم اساوي الاف كريتيكال بالويت دي او الفورس دي، هتبقى 5 10 اس 3 981 هتيكوال السي الفاكتور سي. انا هنا الكيس عندي بتاعت الرد ده انهي كيس من الكيسز الاربعه دول؟ فيكسد فري لا فيكسد 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 فري ليه بقى فيكسد فري؟ سبت من تحت لما يكون عندك عربيه بتشيل بيها كوريك تحت عربيه وبتشيل بيها طن او طن ونص، وهنا عندي في المساله 5 طن، وبالتالي بالنسبه لي الاند دي مش هتبقى حره الحركه قوي بالنسبه للوزن اللي انا بابلاي بيه عليه، فاحنا ممكن نعتبرها فيكسد فيكسد، او ممكن نسمح لها بحركه يعني بين سطح الرد وبين جسم العربيه بحركه ترانسليشنال بس في اتجاه الاكس كده. فانا ممكن يا اما احسبها فيكسد هنجد او فيكسد فيكسد، احنا امبارح حليناها في السكشن فيكسد فيكسد، ممكن نجرب نحل بكذا فاكتور على اساس ايا كانت المساله دي او اي مساله تانية ونشوف التغير اللي هيحصل في الطول. فانا مثلا لو اعتبرتها ايه؟ اعتبرتها فيكسد فري زي ما انتوا قلتوا هيبقى ربع باي سكوير الاي المودلس اوف الاستيستي بكام؟ 200 جيجا باسكال تقريبا من الستيل جيجا باسكال، وانا شغال هنا نيوتن وعايز اطلع ال ال بالملي ولا بالمتر؟ بالملي. فانا هحول الجيجا باسكال دي لميجا باسكال اضرب في 10 اس 3 الاي بتساوي ايه؟ باي اوفر 64 على الديامتر باور 4. الديامتر انا عارفه من المطلوب اللي قبله، فممكن اشيل الديامتر واحط قيمه الديامتر بالملي 23 باور 4 على ال سكوير. حد يطلع كده قيمه ال عند السي بروبا كده ال دي عند السي بروبا هي المفروض انا بقول لك ان الاي 200 جيجا باسكال، انا ضربتها في 10 اس 3 عشان تتحول لميجا باسكال واجيب البعد بالملي حتى حسب ال كروس سكشن ريكتانجل او السيركل او السكوير
intersection is circled, the I بتاعته باي على 64 diameter ball. خدت حسب ال متأكدين من الارقام دي كده؟ فايتر في دي 10 اس 3. جايبين ال سكويرد ولا ال؟ الرقم هنا ده الرقم اللي انتوا حاسبينه. ده ال سكويرد. لو جيت حطيت السي بواحد يعتبر ان الكونديشن بتاعتي هنا احط هنا بدل السي هعوض واحد. حاجه كده يحسب قيمه ال تاني 744. ايه هي اللي بوظت الارقام؟ ايه اللي بوظت الارقام؟ هطلع الاله بقى بتاعتي. ماشي. لو السي يعني لو السي ب 4 اللينس هيبقى كام؟ حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ اصلا ايه؟ حد عنده سؤال في اي حاجه؟ حد هيصور السبوره؟ حط فيها كام تصور السكشن؟ هو المفروض السكشن كده خلص، ان شاء الله اشوفكم المره الجايه.